لو حبيت انك تفتح برنامج معين بمجرد انك توصل الايفون بالماك، تفتح برنامج ايمج كابتشر واللي موجود في كل انظمة الماك. فالان لو كان ايفونك موصل راح يظهر لك. فالان لو ضغطت على السهم اللي موجود هنا تقدر تختار التطبيق اللي راح ينفتح تلقائيا بمجرد توصيل الايفون بالماك، وتقدر تضغط على اذر لاختيار اي برنامج انت ترغبه. لو حبيت انك تعرف اكثر عن برنامج ايمج كابتشر راح احط لكم رابط فيديو سابق شرحت فيه طريقة استخدام الايمج كابتشر لنقل الصور من الايفون الى الماك. اتمنى الفيديو اعجبكم، يعطيكم العافية ونشوفكم مع فيديو قادم.